اثبتنا بالوقائع وبالاحداث وبالمعلومات ان اخواننا دول مش بس بيخونوا مصر والمصريين وبيشتغلوا لحساب الانجليز وبيشتغلوا لحساب الكذا والكذا. اغلب الناس او كل الناس، ليه كل الناس اللي هنا بيهم طلعوا تسريب جنسي وبتطلع؟ فدكتور زوبع كان لما حد من الزملاء كلمه، اولا طبعا بيهزقه، بيكلمه كلام زي الزفت، بيسم بدنه والناس موجودة وعايشة، وانا عاوز واحد يكذب كلمة من اللي بقوله، ويعني عاوز اقول وممكن اقول اسماء، والاسماء عايشة وموجودة، انا عاوز ذكر عند الناس كلها عارفة انه الرابطة هي عزبة ملاكي، عزبة ملاكي لمجموعة بعينها ولشخص بعينه، ويتحكم فيها الدكتور حمزة زوبع، وبتحصل فيها حاجات محدش فاهمها. من ضمن الحاجات اللي محدش فاهمها التعامل مع ملف التجنيس وملف الاقامات. فاللي بيحصل انه في غموض شديد جدا في ملف الاقامات الدائمه وملف التجنيس. اي حد بينتقد دكتور زوبع ولا اي حد بينتقد اي حد من الكهنه المرتبطه اسمائهم بملف الاعلام اللي هنا بيفصل من عضويه الرابطه. مش عاجب دكتور زوبع ولا بتنتقد دكتور زوبع، انا واحد من الناس، انا العبد الفقير طارق قاسم، انا اتفصلت من الرابطه لان انا انتقدت ابو عامر الرجل الانجليزي الغامض، الرجل الغامض بسلامته. انا انتقدت ابو عامر، فالرابطه فصلوني عشان انا عملت فيديوهات واتكلمت عن ابو عامر ده. يعني لما واحد ينتقد احد اساتذتنا راجل مخرج كبير، انتقد دكتور زوبع فاتفصل من الرابطه، انتقد دكتور زوبع في مكان تاني فاتفصل من الرابطه، هو راجل اعلامي كبير، ده الراجل اعلامي لما انا كنت لسه مولود. يعني هو الراجل اصلا اشتغل في التلفزيون سنه 81، كان عندنا سنه، كان زوبع نفسه اصلا لسه ما 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 ما, ما, ما الله اعلم كان بيعرف يقرا جرايد ولا لا. الراجل انتقد دكتور زوبع فاتفصل، انا اتكلمت على ابو عامر وانتقدته وحبيت افهم ايه اللي بيحصل، ايه اللي بيحصل لنا وايه اللي بيحصل فينا، فاتفصل من الرابطه عشان ابو عامر اللي هو الانجليزي. انا المصري بتفصل من رابطه الاعلاميين المصريين في الخارج عشان الانجليزي الغامض.